أدلى الإرهابي زيدي موسى باعترافات خطيرة حول تفاصيل مخطط المنظمة الإرهابية تيماك بشأن عملية اقتناء ونقل الأسلحة وتهريبها إلى الجزائر بتواطؤ جهات أجنبية معادية. المدعو زيدي موسى المواليد في 29 جانفيي 1972 ببلدية أميزور ولاية بجاية، والمقيم حاليا في فرنسا في بلدية دوني، العنوان 14 شارع سيباستيان جوني 93 440. ثم اللي سقساني اذا تعرف واحد يبيع سلاح ونهار، قلت له نعرف. يقول لك صح نعرفهم، نعرف بزاف من الناس اللي يبيعوا في السلاح هذو جوات نايت نعرفهم. قال لي موسى باغتيغ دو شمومو من بعد ما نعيط لك ولا نعيط للامين القبيلي يكونفيرمي لك تا ميسيون. ذاك جون بيير هذاك شريت عنده 5 مكاحل، مشيت عنده 3 تاع البيه، خلصتو يعني خلصتو لا توتاليتي. بقات هذوك الاخرين، بقاو هذوك لي زوت فيجي، رحت عند الجيطاني هذاك ثاني خلصتو 5000، باقي خلصتو 5000 اورو. 5000 اورو بعد بقات لي 9 باش تولي 11، عاودت وليت حتى لجون بيير كملت فيها 3، خلصتو 1500 اورو. خلصتو 1500 اورو وبعد قال لي، قلت له جعفر، قلت له من قبل قلت له مينيسيون كيفاه؟ قال لي انت عندك لا ليسونس تاع، عندك لا ليسونس تاع التير؟ قال لي لا مينيسيون تاع الكاليبر 12، تشري الشيء اللي بغيت. رحت عند واحد لارميري شريت كاع عندهم لا مينيسيون كاليبر 12 والكاليبر 16. وبعد بقات لا مينيسيون هذيك تاع 635 765 9 ملم، شريتهم ثاني في لارميري ديكالي، باسكو ما تقدرش عندك 2000 كارتوش بالعام. كل يوم شاك فوا نشري فيها 5 بوات 6 بوات باش ما مام لا بوليس ما يشكوش فيا. جيت هبط لمارسي، لحقت لا زون سيكوريتي، لحقت لا زون سيكوريتي، واحد قدامي لا فيلا بلاك، قال لي روح. حتى البور تاع بجايه لازون هذيك تاع الديوانه كونترولور جين هكا، رفدت الكارت هذاك رفدو. من بعد سمعت واحد يعيط له، قال له رجعوا للكراج. رجعوا للكراج، دخلت للكراج، قال لي خرج لي كاع اللي جبته. هذاك اللي كان يعيط عليه قال له، قالها لي ليريا، قال لي عندي يومين استنى فيك. قال لي كما هكا، قال لي عندي يومين، قال لي على بالي جيت من الفندردي تلحق بالديمونش. خرجت له كاع، خرجت له كاع الشيء اللي كاين تحت السياج واللور، واللور كاع الكفر اريير عندي في الطوا كاينه واحده الكفر. خرجت فيها 3 مكاحل هذا، وقال لي دور ندير لك اللي